السلام عليكم، وياكم السين انجل. اليوم شرحنا الافراخ، الفندز، الاورنج، ازابيل، هاي النفية، هذا الفحل الحارس. طبعا ذني افراخه، ست افراخ بيها مثل ما تشوفون. طبعا احنا نصور مثل ما واضح في الصورة انه ان شاء الله الافراخ يطلعون كلهم اورنج، فيهم حمر. واي شرح، اي تفصيل، اي معلومة تواصلونا بالتعليقات، إن شاء الله نجاوبكم على أي سؤال. هذا الفحل عيون حمر. ان شاء الله تطلع الوجبه كلها من العش، وهم اصور لكم اياها واريد لكم اياها ان شاء الله، واشرح لكم عن التفاصيل مالتها. كل من يطلع كل من شكله ولونه، وان شاء الله نشوف نسويها. ودعكم، بعد السلامه.